صرح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أنه استعرض مع نظيره الأوكراني الجهود التي تبذلها مصر مع الأشقاء في قطر وكذلك مع الولايات المتحدة، وذلك للدفع في اتجاه إبرام صفقة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعودة الأسرى وإنفاذ المساعدات. وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات، هذا سيكون له بطبيعة الحال تأثير على الاستقرار وخفض حدة التصعيد في المنطقة جنبا إلى جنب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق. تحدثنا أيضا عن الملفات الأخرى سواء كانت الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وخطورة التصعيد هناك وانعكاساته شديدة السلبية على حركة التجارة وعلى الاقتصاد المصري. تحدثت أيضا عن الجهود الحثيثة والجادة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وأيضا مع الولايات المتحدة للعمل على الدفع في اتجاه التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.